الدقائق الثانية من يد اللاعب عبد الرحيم نجاح. كواديو عند اللاعب منير بولال، منير بولال بثلاث أخطاء شخصية يحاول وخطأ ماشي بالفعل، كان هناك خطأ ماشي أيضا اللاعب عدنان مساعدي أيضا بثلاث أخطاء شخصية، إذا لاعبان من ركائز فريق الرجاء البيضاوي بثلاث أخطاء شخصية، وبالتالي يجب عليهما أن يدبر الأمر فيما تبقى من مجريات اللعب في هذا الشوط الثاني في الربعين الثالث والرابع. زكريا مصباح يحاول يخترق يمرر، وعبد الرحيم نجاح مرة أخرى ينجح في التسجيل. التمريرة كانت جيدة من طرف اللاعب زكريا المصباحي. الآن اللاعب نجاح هو المسجل الأول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي بمجموع 14 نقطة متبوعا باللاعب تيرانس ويترز ب 11 نقطة. كرة عند اللاعب منير بولال للاعب كواديو، تضيع منه الكرة، كرة خارج الملعب لفائدة الجمعية السلوية عند الحكم هشام العمراني. كرة عند اللاعب زكريا يقود هجمة الفريق السلوي طارق بوحة عند اللاعب نجاح، وتمريرة واللاعب تحت سلة اللاعب هشام العلوي يتمكن من الكرة. إذن ست نقاط متتالية لفائدة فريق الجمعية السلوي في بداية هذا الربع دون مقابل من جانب فريق الرجاء البيضاوي بعد حوالي دقيقتين ونصف من اللعب. محاولة أخرى ضائعة للرجاء، تيرنس ويترز ينطلق بسرعة تمريرة، واللاعب هشام العلوي مرة أخرى يسجل. إذا ثمان نقاط، أربعة لنجاح وأربعة للاعب هشام العلوي. إبراهيم أكي، كواديو، منير بولال، الاختراق والتمريرة الضائعة. هشام العلوي تمرير عند اللاعب بوحة، تيرانس ويترز بسرعة عند اللاعب زكريا، زكريا يمرر ونجح، بحث عن سلام دانك لكن كان هناك خطأ، ضاعت المحاولة والخطأ من يد من اللاعب أنوار غريسي. إذا نجح في تنفيذ رميتين حرتين لتعميق الفريق في بداية الربع الثالث. تبديل خروج اللاعب منير بولال وعودة اللاعب رشيد علوان. نجاح رمية حرة أولى ناجحة. أبرز انتدابات للفريق جمعية السلة خلال هذا الموسم ضم اللاعب عبد الرحيم نجاح اللاعب الدولي، لاعب بإمكانيات ومؤهلات وبسخاء على مستوى الأداءات ديالو بمستويات يعني جيدة في تصاعد وتيرة متصاعدة، وهذا يعطي لهذا اللاعب يعني مكانة متميزة في منافسة البطولة الوطنية. وكان خطأ دوبل دريبل. كرة في يد الرجاء ستيفان كواديو عند اللاعب عدنان مساعدية. فريق الرجاء البيضاوي بعد حوالي أربع دقائق من اللعب في هذا الربع الثالث لم يسجل أي سلة، وتمريرة أخرى ضائعة تضاف إلى حسابات الرجاء. والمحاولة جميلة جدا من طرف اللاعب عبد الرحيم نجاح، نجاح يسجل سلة أخرى و يعني ثمان نقاط سجلها اللاعب نجاح في هذا الربع الثالث، ورمية حرة إضافية ويرفع رصيد الشخصية إلى 18 نقطة، ورمية حرة ضائعة واستعادة الكرة من طرف لاعب هشام العلوي بطريقة جميلة. ما زال الفريق الرجاء البيضاوي يبحث ويقاوم. كرة عند اللاعب زكريا، رمية ثلاثية وإير بول. لا 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 ماشي ديالك زكريا، هذه ماشي الرمية الحرة أو الرمية الثلاثية الموفقة التي عيدناها في اللاعب زكريا مصباحي أحد أبرز المسجلين من خارج القوس في المواسم الأخيرة.
تخونه الرمية خلال هذه الدورة الأخيرة. كما قلت في خلال الشوط الأول، فربما تكون فترة فراغ، تبديل خروج ويترز وعودة اللاعب وتصفيقات من الجمهور. الجمهور يعني حاضر في القاعة، لكن المجموعات التي يعني تلهب حماس اللاعبين، وربما يعني كان هناك تذمر من الخسارة الأخيرة أمام فريق اتحاد طنجة، وبالتالي هناك هل هناك من يقاطع الفريق؟ لا أعتقد، ولكن أي حال وهذه أول سلة لفائدة الرجاء بعد يعني أربع دقائق ونصف، بعد دقائق وثلاثين ثانية الرجاء يسجل أول سلة في هذا الربع الثالث. قلت أن الجمهور يجب أن يكون يعني يساند الفريق دون قيد أو شرط، من حقه أن يغضب لخسارة الفريق، لكن المساندة يجب أن تكون دائمة ومستمرة حتى يبقى الفريق في وتيرة يعني عالية. أوه نجاحات اللاعب، نجاح متواصلة ما شاء الله، لاعب متميز. 52 مقابل 33 ومحاولة، ويعني انطلقت يعني المد ديال فريق جمعية سلة في هذا الربع الثالث مقابل يعني شتات واضح على مستوى لاعب فريق الرجاء البيضاوي. خروج اللاعب انور قريسي ودخول اللاعب صابر السيح. هناك انخلق خطا من طرف اللاعب هشام الادريسي، الخطا الشخصي الثاني، رميتان حرتان من يد اللاعب عدنان مسعديه، الرميه الحره الاولى ناجحه. والثانيه ايضا ناجحه، ويصبح اللاعب مسعديه هو المسجل الاول للرجاء بثمان نقاط. كرة عند اللاعب طارق بوحة، طارق يحاول يمرر خارج قوس عند اللاعب زكريا. أوه إذا الثلاثية تأتي من هذا اللاعب زكريا المصباحي الآن، مهمة جدا للرفع من معنويات هذا اللاعب المتميز، اللاعب المخضرم، اللاعب زكريا المصباحي من مواليد 1979، بدأ يعني ممارسة كرة السلة بمدينة أسفي رفقة الأولمبيك، ثم صنع لسنوات يعني أفراح فريق الاتحاد الرياضي قبل أن ينطلق إلى تجربة جديدة، وتجربة كانت مثمرة رفقة فريق جمعية سلة، مثمرة على مستوى كأس العرش، لكنها ما زالت لم تنجح على مستوى البطولة الوطنية في انتظار ما ستفرزه منافسة الموسم الحالي. فريق جمعية سلة السلوية الفريق الوصيف بامتياز يبحث عن فرصة الإطاحة بفريق اتحاد طنجة، الفريق البطل خلال الموسمين الماضيين والذي يدافع عن لقبه يعني بنجاحات كبيرة في انطلاقة الموسم الحالي. وهجمة أخرى، طارق بوحة أمام السلة، ومحاولة تدخل من طرف اللاعب إبراهيم جي. إبراهيم جي تمادى يعني في توجيه للاعب، توجيه بعض الكلمات للاعب طارق بوحة مرة أخرى. هو اللاعب مشعيب القرش يحاول تهدئة اللاعب إبراهيم أجي. إذن بالفعل إذن خطأ تقني للفريقين، لأنه الحكم هشام العمراني ما عرفش علاش يعني كان الخطأ تقني للاعبين معا، بحسب يعني نظرتي الخاصة فكان اللاعب لم يكن هناك أي رد فعل من طرف اللاعب طارق بوحة. وخطأ تقني على اللاعبين معا. إذن المباراة تبديل صف فريق جمعية سلة، خروج اللاعب هشام العلوي ودخول اللاعب أمين جبيد، وخروج متوقع لمن؟ للاعب سيدريك
كواديو ستيفان، وايضا خروج اللاعب ابراهيم اغي ودخول لاعب تشيزن ريتونو. المباراة ستواصل بتنفيذ رميتين حرتين للاعب طارق بوحة. طارق يسجل الرمية الحرة الأولى، وتصفيقات الجمهور دي بدأ يتفاعل مع الفريق في هذا الربع. 56 مقابل 35، فارق 21 نقطة الآن، الفريق يتسع. والرمية الحرة الثانية أيضا ناجحة. رضوان أرزان يعود لقيادة هجمات فريق الرجاء. مسعدية، مسعدية ينطلق بسرعة من الجهة اليمنى، وتدخل مدعي الحكم، لا شيء، كرة خارج الملعب لفائدة الرجاء، والمطالبة بخطأ. عدنان مسعدية عند اللاعب أرزان، تمريرة السلة عند اللاعب، أوه سلة ناجحة بواسطة اللاعب رشيد علوان، خطأ اللاعب طارق بوحة. طارق بوحة الخطأ الشخصي الثالث أعتقد بالفعل، وأول لاعب يصل إلى مجموع ثلاث أخطاء ضد لاعبي فريق جمعية سلة هو اللاعب طارق بوحة. أمين جبيد واللاعب ترز ويترز، أيضا لاعب هشام العلوي بخطأين شخصيين، برويس واللاعب إذا مغار بخطأ شخصي واحد. هذه مجموعة أخطاء لاعبي فريق جمعية السلة، أربعة لاعبين في فريق جمعية الرجاء البيضاوي بثلاث أخطاء. كان هناك خطأ لأن الحكم حمل الكرة محمد الرئيس، قلت أربعة لاعبين، أنور قريسي، عدنان مساعدية، منير بوهلال، وأيضا اللاعب إبراهيم أكي. اللاعبين الأربعة بثلاث أخطاء، كرة ضائعة من طرف لاعب أرزان، ومحاولة وخطأ ضد اللاعب رشيد علوان، خطأ الشخصي الثاني. فارق 20 نقطة الآن، 37 مقابل 57. زكريا في تنفيذ الرمية الحرة الأولى يسجل. الرمية الحرة الثانية أيضا ناجحة. مسعدية، مسعدية الذي صنع واحدة من أزهى فترات كرة السلة بمدينة الناظور خلال الموسم الماضي، في أولى محطات هذا الفريق فريق إتل الريف الناظوري في بطولة الدرجة الأولى، صنع معه موسما رائعا على كل المستويات بوصوله إلى مرحلة البلاي أوف، يحتل إلى المركز أعتقد المركز الخامس على مستوى البطولة الأولى، المرحلة الأولى للبطولة الوطنية، لكن للأسف لم تسر رياح الشمال وفق ما تشتهيه يعني سفن الفريق الناظوري وجماهير الفريق الناظوري. ان الفريق خلال الموسم الحالي عانى الامرين، وبالتالي يحتل مرتبه متدنيه ويسير نحو العوده الى بطوله الدرجه الثانيه. واعتقد اذا كانت هناك نيات للاستفاده من الاخطاء، ثلاثيه جميله من طرف اللاعب امين جبيد لفائده جمعيه سلا، قلت اذا كانت هناك نيه للاستفاده من الاخطاء فهذه المحطه يجب ان تكون للعبره والاستفاده ودرس مهم حتى يعود الفريق في ظروف اخرى بوضع احسن من اجل البقاء والاستمرار طويلا في بطوله الكبار. المباراة متواصلة، 8 ثواني على نهاية الهجمة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، ونحن على بعد دقيقتين وعشرين ثانية من نهاية الربع الثالث. ها
خطأ يعلنه الحكم. ضد اللاعب زكريا المصباحي، الخطأ الشخصي الأول لزكريا. مساعدي يسجل الرمية الحرة الأولى. ٦٢ نقطة مقابل 40 الآن، 62 مقابل 40، فارق 22 نقطة. طارق بوحة عند اللاعب زكريا. زكريا المصباحي يحتفل بالكرة، يبحث، ينطط، يمرر خارج قوس عند اللاعب طارق، ومحاولة تمرير للاعب أمين جبيد تضيع، وكرة خارج الملعب. آخر كرة، آخر من لمس الكرة واللاعب زكريا المصباحي، ووقت مستقطع طلبه بيجيا سافيتش مدرب فريق جمعية سلة على بعد دقيقة و 58 ثانية، 62 نقطة مقابل 40. المدرب الصربي رغم التقدم في النتيجة فهو يبدو غير راضي و يطلب بعض الاستفسارات. فاللاعب طارق بوحة في الهجمة الأخيرة احتفظ بالكرة كثيرا، كانت هناك مجالات للتمرير بين اللاعبين، ضاعت المحاولة على الفريق كما نفهم من خلال الصورة هنا. هذه تعليمات المدرب مشعب القرش. مشعب القرش هو مراد فنجاوي في توجيه تعليمات للاعبين. جاء المقابلة بيجي سافيتش ومساعده نور الدين ايس بالقيد. على بعد دقيقة و 58 ثانية من نهاية الربع الثالث، تقدم واضح لفائدة فريق الجمعية السلوية في النتيجة. تقدم واضح، فريق الرجاء البيضاوي سجل فقط 9 نقاط في هذا الربع الثالث مقابل 24، 24 نقطة مقابل 9 هي نتيجة هذا الربع الثالث حاليا. عدنان السعدي لفائدة الرجاء، عند اللاعب أرزان وجيزن. كرة لفائدة الرجاء على بعد 3 ثواني فقط، 3 ثواني فقط على نهاية هذه الهجمة لفائدة الرجاء البيضاوي. يجب التعامل بسرعة كبيرة مع هذه الكرة، دخول الكرة من الخط الخلفي. رضوان أرزان عند اللاعب مساعدية، عند اللاعب علوان، وتدخل من طرف اللاعب أمين جوبيت، تعود الكرة لفائدة فريق جمعية سلا. زكريا، زكريا محاولة فردية تضيع، مساعدية وجيزن ريتونو، ومحاولة ضائعة من طرف اللاعب صابر. تبقى كرة عند لاعب الرجاء، تدخل من اللاعب نجاح، خطأ ضد اللاعب عبد الرحيم نجاح، أول مسجل في المباراة بمجموع 20 نقطة. الخطأ الشخصي الأول ضد اللاعب عبد الرحيم نجاح، والكل يتذكر أن هذا اللاعب يعني في السنوات الأخيرة كان يعني سريع ارتكاب الأخطاء، وبالتالي كانت من نقط ضعف ديالو البارزة هو ارتكاب الأخطاء بشكل يعني سريع في الأربعة، في الربعين الأول والثاني. لكن يعني الخبرة تأتي بالممارسة، بتول المباريات، وبارتفاع يعني الحدة، وأيضا بالرغبة، الرغبة في تحسين في التعامل مع الأخطاء بشكل إيجابي. وهذا الذي اعطى المنتوج الجيد لهذا اللاعب الذي يصنع يعني فرجة ويتمكن من تحقيق إنجازات جيدة مع فريق جمعية سلوية. الآن هنا خطأ آخر الآن من اللاعب نجاح، خطأ الشخصي الثاني. نحن على بعد دقيقة وثلاث ثواني فقط من نهاية الربع الثالث، 62 نقطة مقابل 41، فارق 21 نقطة. كان التدخل الأخير للاعب نجاح في حق اللاعب جيزن ريتونو، ينفذ رميتين حرتين اللاعب جيزن. ويسجل الرميتين اللاعب جيزن ريتونو.
33 سنة اللاعب بريتونو، أكبر لاعب في أرضية الملعب. رزان عند اللاعب مساعدية، اللاعب أرزان هو أكبر لاعب في أرضية الملعب، 35 سنة. كرة عند اللاعب علوان وسلة محتسبة، هناك لمس للشبكة من اللاعب أعتقد نجاح. 40 ثانية نهاية الربع، 62 نقطة مقابل 45. كرة عند اللاعب طارق زير برويس، رقابة لصيقة على اللاعبين، هو تضيع كرة لفائدة الرجاء البيضاوي. جيزن ريتونو 25 ثانية، هجمة أخرى ضائعة وكرة في الجهة الأخرى عند لاعب صابر سايح، محاولة جيدة لكنها ضائعة والمتابعة من طرف لاعب جيزن ريتونو في المرة الأولى والخطأ يأتي. كنا نتحدث عن اللاعب نجاح لكن بسرعة يتحول من رصيد خالي من الأخطاء إلى ثلاث أخطاء في اللحظات الأخيرة من هذا الربع الثالث، ونحن على بعد 13 ثانية فقط من نهاية الربع الثالث. الخطأ الشخصي الثالث للاعب نجاح، هذا لا ينفي ما يعني تحدثنا عنه قبل قليل من تحسن واضح في أداءات اللاعب.